من غير كسوف. طبعا الراقصة دينا قالت انك مصاب بالشيزوفرينيا لانك مصاحبهم كلهم وبتسهر معاهم، لكن تاني يوم الصبح تروح شغلك تهاجمهم. اه ليه بقى؟ ليه عملت كده؟ ليه بتعمل كده؟ بصي، كل الاحترام لدينا وكل الاحترام لكل الاشخاص، انا ما عنديش مشكله مع اي شخص كشخصه. اتفقنا؟ اتفق. تمام. رقم اتنين، انه فاكره لما قلت لك انا عندي مشكله مع لما بعمل انا حاجه من وجهه نظري مفيده ومهمه وتعمل جدل، لازم يعقبها مباشره حمله تشويه. فدي حمله التشويه اللي حصلت عليا من المدافعين عن فكره الرقص، يعني في انه قال لك طالما هو بينتقد الرقص نعمل ايه؟ نلزقها فيه، نقول ان هو سكير وبيسهر وكل يوم في الكباريهات وكله مش عارف ايه. وانا قلت لهم قولوا براحتكم، لان في النهايه اولا دي حياتي الخاصه اللي المشاهد ملوش علاقه بيها، ده رقم واحد. رقم اتنين، اللي يشوفني مره في البتاع في الاماكن دي ويشوفني سكران وبتطوح ارجوكم يصورني. مش كل واحد معاه موبايل؟ مش كلنا معانا موبايلات؟ اكيد. والموبايلات دي فيها دلوقتي فيها ثلاث كاميرات مش كاميرا واحده، اربعه صح؟ ففي كاميرتين وثلاثه، فاللي يشوفني ارجوكوا قاعد والحسنوات من حواليا وبتطوح وشايلني بالليل سكران، ارجوكم انا بقول لكم لو سمحتوا. مش شرط تتطوح، ممكن بتكون رايح تسهر مع صحابك عادي ومع ناس عادي في الساحل، هنا هنا اكيد الناس كلها دي حاجه بتطلع. برافو عليك. الناس كلها بتقابل بعضها في يعني في الاماكن دي حاجه تعيب؟ لا تمام، يبقى طالما انا ما بعملش حاجه تعيب انا حر. اما تشوفوني بقى ارجوكم في مشهد مخل او في مكان معيب او في صوره ما ينفع، انا بقول لكم لو سمحتوا صوروني. في اكتر من كده؟ في جرأة اكتر من كده؟ بقول لكم صوروني عشان انا عايز اكتشف انا بعمل ايه. هما مش بيتكلموا على كده. مثلا انت سهران في مكان وانت بتنتقد جامد قوي الراقصات، المكان ده في فقره ان في راقصه فيه، طب انت بتتفرج ليه؟ ما بتفرجش. بتدور وشك ناحيه تانية؟ اه ده حقيقي. لا بجد؟ اه والله، وربنا يوعدك كده ونيجي نخرج مع بعض احنا مع مجموعه يعني على ونسهر. فكره انا كنت مره قبل كده في مكان تحديدا كانت خطوبه حد من صحابي، كنت قاعد وكنت عادي وسط الناس، قصدي مش حاجه عيب. لا كنت قاعد على فكره، انا بقول لك ايش، كان في حد بيرقص وانت عادي مبتسم وبتتفرج عادي؟ لا بتفرج. لا لا مش مدور وشك الناحيه الثانيه على فكره، بتكلم قاعد بكلم مع اصحابي. آه. لكن مش قاعد مركز مع الرقاصه. كلنا عادي، ايه المشكله؟ فقره ماشي. من ضمن الفقرات يعني. لا هي مش فقره يعني، طلعيها بره. بس انا رايي، ده رايي على فكره ولا الزم بيه احدا. وبالمناسبه اللي فتح الملف ده اساسا مش انا، يعني هي الفكره انه انا الرقص ده موجود من عشرات السنين وهيفضل موجود، وانا عمري ما طلعت طالبت بالغائه. بس لما بسال عنه بقول رايي، بقول يا جماعه ما بحبوش. بيقولوا لي ما بتحبوش ليه؟ اقول لكم عشان انا ما بحبش اي حاجه فيها تعري. مزعل الناس في ايه؟ انا مذيع ودوري ان انا انتقد ما ارى انه يسيء للمجتمع. طول ما الرقصات موجودين في اماكنهم بيرقصوا، انا ما كنتش بفتح بقي. اول ما الرقاصه بقت نجمه مجتمع وبتطلع وبقت موجوده دلوقتي بتعمل فقرات في الكافيهات وفي المطاعم موجود وفي... اه طبعا تطلع دلوقتي يقول لك احنا عاملين فقره مش عارف ايه وجايبين الرقاصه الفلانيه، والرقاصه بقت تطلع تتكلم عن انها يعني زي بتقول نصايح للناس ومش عارف ايه. واحده من الرقاصات طلعت مره عملت برنامج، قدمت برنامج تلفزيوني، بقت مذيعه. فقلت لهم لا لا، الرقاصات رغم ان انا ما بحبهمش ورافض المهنه، بس على الاقل يفضلوا في اماكنهم، لكن يغزو المجتمع لا، انا ضد ده ودوري في البرنامج ان انا احاربه. كلامك وصل لهم خلاص. ماشي.